Tiger, this is Tiger. No. I want to take a break. I want to be with my family. I want to be with my mom, with my kids. في هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بعد اختفاء نجم بوليود الهندي عامر خان في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما فشل في المهولات سيكشادا، حيث أنه قد ظهر البارحة في حدث بالهند، وقد بدا عامر جد متغير بمظهره الجديد وشعر ولحية رمادية. وفي هذه المقابلة تحدث عامر عن أعماله القادمة، وكان من المفترض أن يظهر في فيلم جديد، لكن للأسف غير رأيه في اللحظة الأخيرة، وكشف قائلا أنه يشعر بالحاجة إلى أخذ استراحة من التمثيل. وقد صرح كذلك وقال: عندما أقوم بفيلم كممثل أشعر بالضياع الشديد، وأن لا شيء آخر يحدث في حياتي. لقد كان من المفترض أن أقوم بفيلم جديد بعد فيلم سيكشادا باسم الأبطال، إنه سيناريو رائع وقصة جميلة، لكنني أريد أن أخذ استراحة وأن أكون مع أمي وأطفالي وعائلتي. وللإشارة، فإن عامر خان لن يظهر فيه كممثل كما كان ينوي أن يفعل، ولكنه سيظهر كمنتج. ومن جهة أخرى، فإن النجم الهندي فارون ضوان قد تم استضافته في برنامج بيك بوس من أجل الترويج لفيلمه القادم بهيديا، الذي سيجمعه مع نجمة بولود كيتي سانون. هذا وأثناء الحلقة، فإن سلمان قد طلب من فارون وكيتي لمس بعض الأشياء لتخمين اسم الأفلام التي ظهر فيها سلمان خان استنادا على الشيء الملموس، وكان من بين هذه الأشياء لعبة النمر، حيث أن فارون بعد لمسه للعبة علق بأن لها علاقة بفيلم تايجر. ومباشرة بعد انتهاء الفقرة قام سلمان بإهداء اللعبة لفارون معلقا إنها لطفلك. ليجيب فارون: أنا ليس لدي أطفال. وقد رد عليه قائلا: إذا كانت اللعبة هنا فالطفل سيأتي كذلك، مما جعل فارون مصدوما من كلامه، علما أن سلمان خان ليست المرة الأولى التي يلمح فيها إلى شيء ما، حيث أنه في الآونة الأخيرة عندما جاء الممثل سيدهارت مالهوترا إلى برنامج بيك بوس، وذلك من أجل ترويج لفيلمه تانجود، هنأه سلمان وقال له زفاف مبارك، وهو يعني بذلك زواجه من الممثلة كيارا أدفاني.